أهلا بكم. يقال إن أول سلاح ناري في العالم ظهر في الصين القديمة، تحديدا في القرن التاسع الميلادي، ومن وقتها اتطورت صناعة الأسلحة النارية بسرعة كبيرة جدا وما زالت لحد النهاردة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم أشهر وأقوى 10 أسلحة نارية في العالم، تابعونا. ديزرت إيجل. ديزرت إيجل هو مسدس أمريكي صانع متميز من حيث التصميم وأبعاده المثيرة للإعجاب، بالإضافة لقوة نارية عالية. ونظرا لتصميمه الفريد وسعره اللي بيوصل لألفين دولار، فيعتبر ديزرت إيجل هو أكثر الأسلحة النارية شعبية في العالم، وخصوصا بفضل آلية التحميل المميزة للمسدس ورصاصاته بعيار 12.7 ملي، وده بيسمح بإطلاق النار بدون أي مشاكل واختراق حتى الجدران والحواجز الأسمنتية. كمان في بعض الحالات بتكون قوة ارتداد الطلقات عالية جدا لدرجة انها ممكن تتسبب في كسر المعصم اثناء الاطلاق، ومع ذلك فالمسدس ليه شهرة كبيرة، وغالبا اكتسب شهرته من العاب الفيديو والافلام السينمائية. سلاح أحمر الشفاء. السلاح الغريب ده تم صنعه بواسطة علماء روس في أوائل ستينيات القرن الماضي خلال الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. اقتصر استخدام السلاح في العمليات الجاسوسية، وهو بيحتوي على رصاصة واحدة كافية لقتل أي شخص، وده السبب في تسمية السلاح كمان بقبلة الموت. داك فوت. داك فوت هو عبارة عن مسدس بثلاث فوهات. تمت صناعة المسدس الفريد من نوعه في أوائل القرن الـ18، وبيرجع اسمه الغريب لشكله المميز اللي بيشبه أرجل البطة. السلاح بيضرب ثلاث طلقات في اتجاهات مختلفة، وتم استخدامه على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاتحاد، وحاليا وصل سعر النسخة الواحدة من السلاح حوالي 15,000 دولار. الرصاص فائق السرعة. الرصاص فائق السرعة يعتبر من أحدث التطويرات في مجال التجارب العسكرية، وهو عبارة عن رصاص بتفوق سرعته سرعة الصوت. الخراطيش القلوية. في علم الكيمياء معروف ان الفلزات القوية بتتأكسد بسهولة لما بتتحد مع الأكسجين، وبينتج عن ده تفاعل عنيف بيطلق كمية ضخمة من الحرارة والطاقة، وبتبديل الرصاص الموجود في الخرطوش بالبوتاسيوم او الليثيوم او الصوديوم بتكون النتيجة هي خراطيش متفجرة قوية. وقت اطلاقها بتبدأ بردة فعل قوية، بتتحول انفجار كبير ليه القدرة على اختراق حتى اقوى السترات المضادة للرصاص. بندقية جاتلينج. مواطن أمريكي قام بصنع سلاح مكون من 6 أسلحة متصلة ببكرة خاصة وجهاز إطلاق، والأسلحة اللي استخدمها من نوع السلاح السوفيتي SKS. الميزة الرئيسية للسلاح المبتكر هي سهولة وسرعة إطلاق النار بشكل كبير، ومعروف إن الأسلحة المشابهة تعتبر مخالفة للقانون في أمريكا، وللسبب ده قرر المواطن صانع السلاح بيعه في مزاد بسعر 4,000 دولار. DSR-50M بندقية ألمانية الصنع بذخيرة حية قوية من عيار 50 ملي، تقدر بسهولة وبدون مشاكل إنها تخترق مركبة قتال مدرعة أو حتى دبابة خفيفة. بيقال إن السلاح ده لا يمكن استخدامه بواسطة صغار السن نظرا لخطورته وتسببه في إحداث أضرار جسيمة للجسد زي بتر الأطراف وتمزق الأوتار حتى الوفاة بسبب صدمة الألم الشديد. ظهور الرصاص. مهندسين انجليز في عهد الاستعمار قدروا يصنعوا ذخيرة مميزة جدا وقوية، وعندها القدرة انها تسبب معاناة رهيبة وضرر كبير في جسم الشخص المصاب بها، وده لانها بتنفجر داخل الجسد وبتتوزع وتتحول لشكل بتلات قاتلة بتقطع الجسد من الداخل في عدة مسارات معقدة. وبسبب المعاناة اللي بيسببها النوع ده من الذخيرة والألم اللي لا يحتمل، فمحظور استخدامها في الحروب وفقا لاتفاقية جنيف. بندقية بانت. بندقية بانت هي سلاح بيستخدم في صيد الطيور، وهو عبارة عن بندقية فريدة من نوعها من حيث الشكل والحجم والاستخدام، وكانت بتستخدم في صيد البط في البحيرات الأمريكية، والمفترض أنه تكون وظيفة السلاح هي إصابة أكبر عدد من الطيور بطلقة واحدة، وده كان في بدايات القرن الماضي. ومن القصص المتداولة بخصوص السلاح ده أن واحد من الصيادين قدر يصطاد 90 بطة بطلقة واحدة، وبسبب وزن السلاح التقيل فكان بيستحيل حمله واستعماله إلا على مركب أو قارب.
دورا. دورا هو مدفع من تصنيع قوات الرايخ الثالث الألماني أثناء الحرب العالمية، وكانت قذيفة المدفع بتزن حوالي 4.5 طن، وكانت ليها القدرة على تدمير تحصينات العدو بقوة انفجار بتعادل انفجار قنبلة هيدروجينية صغيرة. المدفع كان مداه كبير جدا، وتسديدة واحدة منه كانت بتوصل لمسافة 39 كيلومتر بسرعة 820 متر في الثانية. السلاح كان بيستخدم خلال الحرب العالمية بمعدل 14 مرة في اليوم، أما الذخيرة فكان بيتم نقلها لموقع المدفع عن طريق السكك الحديدية. شكرا على المشاهدة، وقولوا لنا في التعليقات ايه من الأسلحة اللي استعرضناها في الفيديو عجبتكم اكتر، وتعتقدوا انها الاقوى والاهم في عالم الأسلحة. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.